بيتزا الألفريدو، الشكل روعة والطعم يجنن. وصفة إذا جربتوها مرة أكيد راح تعتمدوها. خلينا نشوف شو سويناها. لعمل عجينة البيتزا راح نحتاج 3.5 كوب طحين بالأكواب المعيارية. راح نخلي له ملعقة طعام خميرة، ملعقة طعام سكر، ملعقة كوب ملح، ربع كوب من الزيت النباتي، وهنا استخدمت زيت الزيتون، وكوب ونصف من الماء. راح نعجن العجينة ونخليها بمكان دافي إلى أن تختمر ويتضاعف حجمها. وبمقلات على النار راح نخلي صدر دجاج مقطع إلى شرائح. ضفت هنا شوية زيت زيتون وضفت الدجاج. أول ما يبدي يحمس ويتغير لونه راح نخلي له أوريغانو، فلفل أسود، ملح وبابريكا. نظل نخلطه ونقلب به إلى أن يستوي. نخليه على جنب وننتقل حتى نحضر صلصة الألفريدو. حتى نسوي صلصة الألفريدو راح نحتاج ملعقة طعام من الزبد غير المملح، راح نضيف له شوية زيت زيتون. بعدها راح نضيف عليه ملعقتين طعام من الطحين ونقلب بيهم. كوب من الكريمة السائلة، كريمة الطبخ السائلة، وثلاثة أرباع الكوب من الحليب. أول ما يبدون يغلون راح نضيف عليهم ملح وكوب من جبنة الموزاريلا. نوطي النار عليهم ونظل تقليب مستمر إلى أن شوية يثخنون، وبعدها نطفيها ونتركها على جنب. لاحظوا هنا شلون بدت تثخن العجينة عندي. اختمرت، راح أنزل الهواء من عدها وأقسمها إلى قسمين. عندي صينيتين للخبز خليت عليها زيت، ونخلي عليها سميد. السميد ينطيها قرمشة بعد ما تستوي من الأسفل. راح نبدي نفرد العجينة بهذا الشكل. راح أخلي شوية من جبنة الموزاريلا وأوزعها على الصينيتين، ومن ثم راح نخلي صلصة الألفريدو بهذا الشكل. بعد ما نوزع الصلصة بالكامل على الصينيتين راح نبدي نضيف الدجاج بهذا الشكل. ممكن تضيفون مجموعة من الخضروات. أنا هنا ضفت الفلفل الأخضر، الزيتون والمشروم، والثانية خليتها سادة فقط الدجاج عليها. بعد ما وزعنا الخضروات راح نضيف أيضا جبنة موزاريلا ونغطيها. ندخلها الفرن على الرف الوسطي، تاخذ تقريبا ثلث ساعة، واخر 3 دقائق راح نفتح عليها العين الفوق حتى تتشوح وتاخذ اللون الذهبي. ان شاء الله عجبتكم الوصفة وان شاء الله تجربوها. شكرا جزيلا لاستماعكم، واشوفكم في فيديوهات قادمة، وبأمان الله وحفظه.